الآن بين الأمس والغد تغسل امرأة زجاج البيت، لا تنسى ولا تتذكر. الآن السماء نظيفة. الآن يسألني صديق: ما هي الآن السعادة؟ ثم يمضي مسرعا قبل الجواب: الآن بين الأمس والغد برزخ متموج ومؤقت، يقف الزمان كأنه يقف الهنيهة بين منزلتين. الآن البلاد جميلة وخفيفة. الآن ترتفع التلال لترضع الغيم الشفيف وتسمع الإلهام، والغد يا نصيب الحائرين. الآن يصقل أمسنا أيقونة حجرية قمرية. الآن نحيا ماضيا وغدا معا، ونسير في جهتين قد تتبادلان تحية شعرية. الآن للمعنى خدوش الحاضر المكسور كالجغرافيا. الآن في قيلولة الزمن الصغير تغير الأبدية البيضاء أسماء المقدس، لا نبي على الطريق الساحلي. الآن يولد شاعر فينا وقد يختار أما ما ليعرف نفسه. الآن ينبت حاضر من زهرة الرمان. الآن المدى ملك السنون وحدها. الآن أنت اثنان، أنت ثلاثة، عشرون، ألف، كيف تعرف في زحامك من تكون؟ الآن كنت، الآن سوف تكون، فاعرف من تكون لكي تكون. للصدى غرفة كزنزانتي هذه، غرفة للكلام مع النفس، زنزانتي صورتي، لم أجد حولها أحد يشاركني قهوتي في الصباح، ولا مقعد يشاركني عزلتي في المساء، ولا مشهد أشاركه حيرتي لبلوغ الهدى. فلأكن ما تريد لي الخيل في الغزوات، فإما أميرا وإما أسيرا وإما الردى. من روميات أبي فراس. صدى راجع، شارع واسع في الصدى، خطى تتبادل صوت السعال وتدنو من الباب شيئا فشيئا وتنأى عن الباب. ثمة أهل يزوروننا غدا في خميس الزيارات، ثمة ظل لنا في الممر وشمس لنا في سلال الفواكه، ثمة أم تعاتب سجاننا: لماذا أرقت على العشب قهوتنا يا شقي؟ وثمة ملح يهب من البحر، ثمة بحر يهب من الملح. زنزانتي اتسعت سنتيمترا لصوت الحمامة. طيري إلى حلب يا حمامة، طيري بروميتي واحملي لابن عمي سلام. صدى للصدى، للصدى سلم معدني شفافية وندى، يعج بمن يصعدون إلى فجرهم وبمن ينزلون إلى قبرهم من ثقوب المدى. خذوني إلى لغتي معكم، قلت ما ينفع الناس يمكث في كلمات القصيد، وأما الطبول
فتطفو على جلدها زبدا، وزنزانة اتسعت في الصدى شرفة كثوب الفتاة التي رافقتني سدى، وقالت: أبي لا يحبك، أمي تحبك، فاحذر سدوم غدا ولا تنتظرني صباح الخميس. أنا لا أحب الكثافة حين تخبئ في سجنها حركات المعاني وتتركني جسدا يتذكر غاباته وحده. للصدى غرفة كزنزانتي هذه، غرفة للكلام مع النفس، زنزانتي صورتي، لم أجد حولها أحدا يشاركني قهوتي في الصباح، ولا مقعدا يشاركني عزلتي في المساء، ولا مشهدا أشاركه حيرتي لبلوغ الهدى. فلأكن ما تريد لي الخيل في الغزوات، فإما أميرا وإما أسيرا وإما الردى. وزنزانتي اتسعت شارعا شارعين، وهذا الصدى الصدى بارحا سانحا، سوف أخرج من حائطي كما يخرج الشبح الحر من نفسه سيدا، وأمشي إلى حلب يا حمامة طيري بروميتي، واحملي لابن عمي سلام الندى. والحمام ينام بعد الظهر في دبابة مهجورة إن لم يجد عشا صغيرا في سرير العاشقين. سيجيء يوم آخر. سيجيء يوم آخر، يوم نسائي شفيف الاستعارة، كامل التكوين، ماسي زفافي الزيارة، مشمس سلس خفيف الظل. لا أحد يحس برغبة في الانتحار أو الرحيل، فكل شيء خارج الماضي طبيعي حقيقي رديف صفاته الأولى، كأن الوقت يرقد في إجازته. أطيلي وقت زينتك الجميلة، تشمسي في شمس نهديك الحريريين، وانتظر البشارة ريثما تأتي. وفيما بعد نكبر، عندنا وقت إضافي لنكبر بعد هذا اليوم. سوف يجيء يوم آخر، يوم نسائي غنائي الإشارة، لا زوردي التحية والعبارة، كل شيء أنثوي خارج الماضي، يسيل الماء من ضرع الحجارة، لا غبار ولا جفاف ولا خسارة. والحمام ينام بعد الظهر في دبابة مهجورة إن لم يجد عشا صغيرا في سرير العاشقين.